هاي محمد، ازاي؟ هاي لوسي، مبسوطين ان ازاي؟ انت معانا النهارده في بودكاست وعي ومكتوب. وانا كمان مبسوط اني معاكم. ومتحمسين. وانا كمان جاهز. يلا بينا. يلا بينا. ليه كلمه الضعف دي كلمه شائكه قوي عندنا؟ كاني ده خزي ان انا ابقى عندي حته ضعيفه او حته انا تعباني او انا امكانياتي في الحته دي قد كده. كلمة سيئة السمعة يعني. جدا، مع ان الضعف الانساني ده جزء من انسانيتي بشكل او باخر، يعني انا عندي حتة قوية وعندي حتة ضعيفة، فليه احنا متبريين من حتة الضعف اللي عندنا دي؟ حلوة، متبريين دي. بحسها فعلا متبريين. انا عايزة اتعور بيها. يعني كأنها حتة مش مني، بس هي اصلا جزء اصيل واساسي فيا. يعني بصي، بحس انها يعني حكايه كبيره، يعني حكايه كبيره وفي الروتس بقى بتاعتنا من زمان، في كل حاجه بقى، في تربيه، في تنشئه، في كالتشر، في وعي كده عام. فكره الضعف ده حاسس انه مش سهل اني اقبل اني ضعيف، مع ان بحس فيها تناقض، انه ما هو انا بني، يعني انا بني ادم، فمن مكوناتي كبني ادم اني قوي وضعيف، يعني عندي الناحيتين. بس هي فعلا زي ما قلتي كده، ببقى عايزه اتبرى منها، حته شائكه كده، او مش عارف استحملني كده وانا ضعيف. تعرفي محمد، برضو فكره لما كنا بنقول للاطفال الاولاد سوري الولد ما تعيطش، كاني احنا عايزين نقول له انت مش من حقك ان انت تعبر ان انت دلوقتي ضعيف. شد الفيشه بالظبط. فانت لا، انت لازم طول الوقت تكون كويس، طول الوقت تكون قوي. فده زرع جوانا حته انه انت مش مسموح لك ان انت تعيش اوقات ضعف، مش مقبول، ما تقبلتش وانت بتعيط. بالظبط. مش يعني ما تعيطش، ما تقولش خايف، ما تقولش مش قادر، يعني كل الحاجات اللي من النوع ده لا، مش مقبوله عند للولد خالص. فانا كاني بشد الفيشه خالص، انا بشد الفيشه علشان يبقى قدامي حد جامد. فجامد دي بتقلب انه يبقى جامد بقى، جامد اجمد. جماد، مش بني ادم. كلمه اجمد او واجمد. اجمدي، انشف واجمد والحاجات دي بتقلب في الاخر بانه خلاص انا ببقى ما مش كونكتد بيا من جوه. فانا خلاص ببقى جامد فعلا، فلا بعرف بقى احس بضعف ولا بعرف احس بقوه على فكره. يعني حاسس ان انا في الاخر ببقى يعني ما فيش احساس اصلا، لا بقوه ولا بضعف. يعني لاني تجاهلت حته مهمه جوايا، حته اساسيه جدا. يعني حاسس انه لو انا ما حسيتش بالضعف في اوقات، حته في انسانيتي هتتشوه. لازم يبقى السنسور شغال يعني. يس بالظبط. انا لازم علشان احس بمشاعر معينه محتاج احس بعكسها كمان، عشان اعرف طعم الشعور ده محتاج اعرف كمان احس كمان بالشعور اللي عكسه. فانا مش هعرف حتى احس بقوتي في حاجات غير لما بحس برضو بضعفي في حاجات تانية. تعرف برضو المفهوم السائد في عند الأمهات والست المصرية الأصيلة اللي بتحتمل، اللي ما ينفعش تقول أنا تعبت، ما ينفعش تقول أنا مش قادرة، أنا محتاجة مساعدة، بتتبروز قوي، وبقينا بنطلع شايفين انه ده نموذج المثالي. الست الام المثاليه اللي عندها قوه احتمال قويه قوي، هي دي بقى الهيرو. مع ان ده يعني بيوجع قوي، لانه هي مستنيه ان حد يسقف لها في الاخر، وده مش هيبقى مجدي قوي، لانه هي بتحترق. هي بالظبط، هي أو يعني هتحترق تماما، والتسقيف ده مش هينفع، يعني مش هيعمل لها اي شيء، مش هيجدي بقى خلاص. انت خلاص انا كده خلصت، يعني شحرت خالص يعني زي ما لا بقول. وده عمل موروث ان هو ده النموذج، هو ده النموذج. لو انت حد تاني غير ده، فانت عندك خلل، ما ان انت مش قادره تحتملي اكتر من كده، مش عارفه تجمدي كده. اجمدي يا بنتي، في ايه؟ ايه ده؟ كلمات بتخليك تحس ايه ده يا جماعه، انا فعلا تعبانه. ما هو دي بتهيالي برضو ازمه كبيره، في اني بسلب الشخص حقه. يا ده حقي على فكره، يعني ان اقول انا تعبان او انا مش قادر او انا زهقت، ده حقي اني اقول ده. فبحس ان انا بسلب
يعني بنسلب بعض يعني لما احط النموذج ده وبروزه قوي كده، انا بسلب للشخص ده حقه في انه يقول انا تعبت، انه يكون بني ادم يعني ببساطه. يعني بينفع افضل شايل لو الظروف مخلياني مكمل وشايل، يا ساتر ما بيبقاش عندي اختيارات. ما عنديش اختيار، بس لما بدي يعني ليا المساحه وليا الحق اني وانا شايل حتى اقول انا تعبت، يمكن بيهون على فكره، يمكن اكيد بيهون. لكن انا شايل وما ينفعش اقول انا تعبت، فيعني ده صعب قوي. ده صعب فعلا. الفكره كمان انه احنا بقى عندنا فكره ان انا اطلب المساعده فيها شويه، فيها اكستريم. يا اما انا طول الوقت عايش دور الضحيه، ساعدوني انا محتاجه، انا عايزه، انتوا فين، انا عايز اهتمام، يا اما الاكستريم بتاعها انا مش عايز اي انا طول حد. الوقت انا تمام، انت كويسه، انا كويسه جدا، مع ان انا ببقى مثلا ما متسوابه خالص. بس انا تمام، انا تمام. فليه ما مفيش عندناش الوزنة. ليه ما عندناش البالانس في الحته انه ان انا ينفع اطلب المساعده ودي حاجه ما تقللش مني، وفي نفس الوقت لا انا طول الوقت مش طول الوقت ينفع اقول عشان انا عايز اهتمام. فالبالانس ده بيتعمل ازاي؟ يعني ليه علاقه بايه عشان انجح ابقى بعيش بشكل صحي بيني وبين نفسي وقادر اعتمد على نفسي في نفس الوقت بطلب المساعده في وقت انا فعلا محتاجه فيه؟ طبعا انا موافق جدا. طبعا احنا في التو اكستريمز دول على طول هلاقي ناس يا اما في الناحيه دي يا اما في الناحيه دي. بحس ان الوزنه ممكن تيجي لما هعرف اقبلني او اقبل او اتصالح مع الاتنين مع بعض، اني في وقت ببقى تمام مكفي نفسي، واني في وقت انا محتاج اطلب المساعده. ده مش معناه اني ده ما بيقللش مني، حتى لو معناه اني ضعيف في الوقت ده، فانا كوني اطلع اقول انا ضعيف دلوقتي او انا مش قادر او انا محتاج مساعده، دي قوه. انا بشوف ان دي قوه. يعني ساعات بحس ان مفهوم الضعف في حد ذاته في لخبطه كده حصلت في يعني منتهى القوه انا اقول انا ضعيف. بالظبط بالظبط. دي مش حاجه سهله ابدا. لا مش حاجه سهله. وساعات مره انا قريت في حاجه كده لبريني براون، مش فاكر في حاجه ليها كده، كانت بتقول على كانت بتقول انه ال 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 الرجاله، كانت بتتكلم تحديدا عن الرجاله، بس انا ساعات بحس ان ده ان جنرال، يعني انه بيشعروا من الشعور بالضعف لانه بيحصل خلط بينه وبين العجز. ده مفهوم مهم قوي ان احنا برضو نبص عليه. فممكن لو انا عندي خالط بين الضعف والعجز، فانا اول ما احس بالضعف هاشعر منه ومش ها مش هقبله ومش هاقر بيه، يعني مش هدي فاليديشن لنفسي بيه. لا، فرغم انه الضعف مختلف، يعني انا علشان احس باي حاجه ده فيها قدر من الضعف، يعني اني اتفاعل مع الحياه حواليا ومع سواء بالفرح بالحزن باي مشاعر ايا كانت، ده معناه ان انا مش جامد، يعني ده معناه ان انا يعني جوايا تفاعلات بتحصل. فده ضعف، بس ده ضعف جميل. يعني ايه بتخيل كده محمد لو احنا كلنا هيروز بقى، كلنا ما عندناش حته ضعف دي، خلاص احنا لغيناها. ما فيش فيرجن ان حد ضعيف، كلنا سبايدر مان. شكل الحياه هيبقى عامل ازاي؟ بقى مرعب بالنسبه لي. البقاء الاقوى فعلا. طبعا. واللي هو نظام انا هدوس على اي حد، وانا مش هحس بحد. خلاص بقى انا شغال، انا هيرو، يعني انا هيرو ومش هعرف. ما انا لاني مش عارف احس بيا انا، فانا مش هعرف كمان احس بغيري، مش عارف اقبل ضعفي الانساني، فانا اكيد مش هعرف اقبل ضعف الاخر. يعني فخلاص احنا هنبقى يعني مكان بقى، مكان وبيخبط في بعضه، والبقاء للاقوى زي ما قلت. يعني بس فكره الافلام اللي مصدرنا طول الوقت، اكس لن يموت والهيرو وسوبرمان وسبايدر مان، دي خلقت جوانا حاله من ان انا طول الوقت عايز ابقى تمام، طول الوقت عايز ابقى كويس. فدوت يعني مش عايز اقول لا هو مش بيتناقض مع ضعفي، بس دي حاجه اتزرعت جوانا. ده حقيقي. محتاج ابقى واعي قوي للحته دي وابقى بقاومها عشان اقدر اعيش انسان كامل متكامل بيعيش وقت ضعف ووقت قوه. موافقك قوي. انت عارفه وانا بتفرج على النوع ده من الموفيز، يعني ببقى بركز انا مع نفسي اني لما اتفرج عليه. يعني انا برضو مش لا مش عارفه ليه ما بحبش حاجات مش من افلامي، مش من الجنرات المفضله ليا، بس لما اتفرج على حاجه كده ولاقيني ممكن هنبهر، قشطه تمام، بس برجع افكر نفسي زي ما قلت، بس هو هنا هو ما بقاش بني ادم،
يعني، وهو في الشكل ده هو مش بني آدم، وهو خارق كده، هو مش إنسان. فلا أنا محتاجة أبقى إنسان، مش علشان ما تفلتش مني بالشكل ده. وبعدين هو شكل مش واقعي يعني، بس هو طبعا بيرسخ صورة ذهنية كده ان هو ده النموذج، هو ده اني ابقى مش قوي جدا، مفيش حاجة مش بعرف اعملها، مش محتاج لحد. حتة حلوة قوي، حتة مش محتاج لحد دي، لأن هي خابطة في حتة أنا مش محتاج لحد، أنا طول الوقت كويس، أنا مش مستني حاجة من حد، عشان مش خايف أتخزل أو خايف بالظبط. أتوجع لو احتجت لحد وما لقيتوش، فاهم؟ فهي داخلة قوي فيها، وليها علاقة بطلب المساعدة، طبعا ليها علاقة، فالدايرة كلها داخلة في بعض. وجواها بقى شوية مشاعر بقى، خوف على عجز، على ضعف، يعني جواها شوية مشاعر كده داخلين في بعض، وانا ببقى مش كونكتد اصلا، فانا مش عارف انا حاسس بايه بالظبط، بس هي مشاعر مش مريحة ومش مرحب بيها تقيلة كمجتمع، كمان. وتقيلة طبعا طبعا. فبيبقى لا، الاسهل انه تمام اقفل على الحاجات، انا زي الفل، انا مية مية بس ده بيأثر قوي على علاقاتي بالناس اللي حواليا، أكيد. لأنه جزء من الصداقة وجزء من العلاقات الحقيقية هو إن ألاقي حد بيسندني، وأنا ببقى بسند حد في الوقت اللي هو محتاج سندة. لكن لو انا طول الوقت مصدر في علاقاتي الوش ان انا، طب انا مش محتاج لحد، طب ما ايه، فاهمني؟ بالضبط فده بالضبط. بيخلي علاقاتي فيها شيء من السطحية، وكمان بحرم نفسي من احاسيس حلوة كتير، انه احس ان انا ينفع ارمي همي وكل على حد. دي بتبقى مش سهلة دي في الوقت ده. لو انا في الحتة دي هتبقى صعبة عليا قوي، هتبقى تقيلة عليا قوي، رغم انها بشوف انها فيها هيلينج رهيب جدا يعني، وبتعمل زي المشكلة. بحس انه دايما المشكلة انه لما انا هبقى مش عارف اكونكت مع نفسي، فطبيعي او بديهي يعني انه كمان مش هعرف اكونكت مع اخر يعني. ولو انا مش عارف ايه اللي جوايا، فاكيد علاقاتي برضو بشكل حس وتلقائي هيحصل انه علاقاتي مع الاخر مش هيبقى فيها جوه، لانه هو انا معرفش ايه اللي جوه، فمش هيبقى فيه جوه، هتبقى علاقات زي ما قلتي كده كلها سطحية كده من على الوش وخلاص يعني. لا بس اعتقد هبقى محتاج يعني ابص على ضعف بتاعي بطريقة مختلفة، وانا اعتقد وجود الضعف ليه ميزات، يعني ليه بنفيتس احنا مش قادرين جدا نشوفها. جدا يعني انا اعتقد اكتر ناس بتحس بالاخر هي الناس اللي وقفت وعدت في وقت ضعف واعترفت بده وتعاملت مع ده، فقادرة تشوف ضعف الناس وتساعد. قادر اشوف ضعف الناس واحس بيهم واعذرهم واعذرني انا كمان يعني. انا بشوف انا حتى بشكل شخصي يعني، يعني لما تصالحي انا مع ضعفي ومع اوقات ضعفي، اتصور انه بيفرق في علاقتي بنفسي، في تقديري لنفسي، في اني اشوف ان في حتة صعبة عديت فيها وطبطبت على روحي كده وما انكرتش وما غلوشتش كده على تقلها وصعوبتها. فلما بعدي منها اتصور بعدي بشكل يعني اقل خسائر يعني، وبطلع منها عارف نفسي اكتر وكونكتد مع نفسي اكتر، وبتهيألي متصالح مع انساني او متلامس مع انسانيتي او اكتر، عايش انسانيتي، عايش انسانيتي يعني. مش مزنوق في صورة معينة طول بالظبط الوقت، خايف الصورة دي تتهز او قدام نفسي على الاقل. قدام نفسي. بتبقى ساعات يعني قدام نفسي اصعب على فكرة من قدام حد يعني. طبعا، لان انا خلاص انا بيني وبين نفسي انا شايف ان هو ده النموذج، ان انا اكون حد طول الوقت بيخبي ضعفه. بس ده مؤذي قوي، لانه انا جدا. بتجاهل حتة مهمة فيا قوي، وانا شايف ان هي حتة حلوة. موافق قوي، انا بحب هي جدا حتة الحتة دي. حلوة لأن حتة فيها بقى الحتة بتاعت مشاعري المأزية وإساءاتي وخبطاتي، والحتة اللي أنا مش قابلها ومش عارفة أتصالح معاها، فهي جزء مني بشكل أو بآخر. فإنكاري ليه ده يعني أنا بأذي نفسي. بصي انا يعني
من اكتر الاوقات اللي بلاقيني متلامس مع نفسي فيها في الحقيقه، يعني هي الاوقات دي، الاوقات اللي بتقولي عليها دي اكتر من اوقات الانجاز دي حلوه طبعا وجميله وبتدي كده بتملى بتدي يعني قبول اكيد وبتحس طبعا ان انت يعني لا طبعا، بس التانية اصعب وبحس ان مردودها او تاثيرها اقوى، يعني بالنسبه لي بحسها اقوى، لانه بتدي كمان القبول اللي هو الترند، يعني القبول الغير مشروط ده اكبر شكل، يعني اكبر مثال لي تحية. تطبيق على نفسي اني اقبلني بقى في الحته دي وما اشعرش مني كده، بالعكس احس. وهي مشكله برضو المشاعر التقيله لما بنبقى من صغرنا مش متعودين، يعني بنغلوش عليها وبنقفل عليها، وانا بصدق قوي انه المشاعر ايا كانت علشان تعدي حتى لو هي مشاعر تقيله، فهي انا محتاج مش اقعدش الف حواليها، انا محتاج ادخل يعني احسها علشان تعدي. تعدي بالظبط، لكن طول ما انا بلف حواليها كده هي تفضل موجوده لازم موجودة تطلع فاهم. بشكل أو بآخر يس بقى، بالظبط. انفجار، عيا، هروب ان كان. لا بس هي الفكرة كلها إنه لازم أعرف إنه العلاقات الناجحة مع الآخر في الأساس بتاعها أو جزء من الأساس إنه الآخر يبقى قابلني بضعفي وأنا قابل الآخر بضعفي، يا إما هفضل طول الوقت أنا مش عايش فعلا حاجة حقيقية، انا بس مصدر طول الوقت الحته اللي انا شايف ان هي حلوه وانت طول الوقت مصدر شايف الحته الحلوه القويه، بالظبط. فلا دي مش علاقه، يعني دي اشبه بتمثيليه، احنا تمثيلية، بنعمل هي علاقة تمثيليه. بلاستيك جدا كده ومن بره كده، واحنا يعني منشيين كده فيها وتمام واحنا زي الفل، بس هي مش علاقة حقيقية. طول ما انا مش عارف اكون نفسي جوه علاقة، يعني افتكر هتبقى مش علاقة حقيقية خالص. لا محتاجين نقبل الضعف، ومحتاجين هي حتة حلوة وحتة فيها، محتاجين نتونس ببعض في ان احنا نقبل الحتة دي ونساعد بعض. واعرف انها مش هقول قوة بس انها شجاعة كمان بقى، يعني لما هقبل الحتة دي واحبها كده وما اخافش منها، شايف دي شجاعة يعني. شجاعة. محمد انت كاتب صح كده، ايوه وعامل فيلم بصراحة عامل ضجة جامدة قوي، هو فيلم كاملة، ايوه انا ناس كتير اتفرجت عليه وكان الصدى بصراحة جميل، لانه بيشاور على موضوع الختان، ختان الاناث، هو طبعا شيء مخجل ان احنا لسه بصدد للأسف. القصة دي، بس انت شاورت في الفيلم على حتة الضعف الإنساني، فأنا عايزة توضح لنا من خلال رؤيتك في الفيلم للحتة دي. بصي، انا كان بالنسبه لي تحدي كبير اني تبقى بطله الفيلم اللي هي كامله، الطبيبه النفسيه النموذج، اني ابقى بكتب دراما عن بطل ولكن البطل ده مش في اقوى حالاته او مش في افضل حالاته. ويمكن احنا تعودنا عاده انه لما هتكلم عن كاركتر نموذج كده وقوية واندبندنت و و و فأنا هشوفها دايما قوية، يعني قوية اللي هو ما بتضعفش ما بتغلطش ما بتتلخبطش ما بتحتسش كده في حاجة فأنا كان عندي تحدي إن أنا بتكلم عن الكاركتر دي بس في وقت هي فيه اتهزت جدا، كانت هشة جدا لظروف مختلفة في الدراما بتاعت الحدوتة، بتقع في خطأ مهني نتيجة تورط نفسي لأنها تعاطفت بزيادة بالظبط. وحست بضعفها يس، مشابه لضعف إحدى مريضاتها إحدى اللي هي المريضة أسماء، اللي هي ومن هنا أسماء كانت بدأت بالظبط الخطأ يعني. بالظبط، هي شافت إن هي وأسماء تقريبا وجهين لعملة واحدة رغم بالظبط. اختلاف كل حاجة إلى حد تناقض تقريبا في حياتهم في شكل حياتهم في شخصياتهم، بس هي اكتشفت ده والتورط النفسي ده أدى لخطأ مهني، فكل ده بيقول إنه البطل اللي عندي هنا مش في أقوى حالاته، وفي نفس الوقت وده كان التحدي إنه اللي بيبقى بيتفرج ما يفضل
حابب كاملة ويفضل متعاطف معاها ومتفاعل معاها ومديها العذر ومستشجعها برضو يعني. وهنا فكرة ان الضعف مش بيتعارض مع الشجاعة. فكان بالنسبة لي تحدي اني ابقى بتكلم عن بطل حدوتة تقريبا في اضعف حالاته يعني. غير كده في المشهد اللي هي كانت الشخص اللي قابلته اللي هو البطل بقى الجان بتاع الفيلم لما بدأت تقوله على الضعف اللي هي فيه والظروف اللي بتمر بيها, ده نقل علاقتهم لحتة تاني أقوى وأعمق. أعمق بالظبط فاهمني. وبدأت وهي بدأت تحس إن هو عارف يقف جنبها لما شاف ضعفها وهي بينت ده قدامه بالظبط, فخلى العلاقة تكون أقوى واخدة شكل حقيقي بالظبط كده. وأنا هنا مش يعني بشوفها كانت شجاعة إنها تعمل ده يعني, دي كانت قوة إنها تفتح الجانب ده. ده دي قوة, وده زي ما قلتي يعني بيمتن العلاقة أكتر وبيعمق العلاقة أكتر يعني. وما كانتش خجلانة, ما كانتش خجلانة إن هي تقول له الناس شايفاها إزاي, اتربت ازاي, وان ده بيأثر عليها ازاي كمان. مش مثلا بتقول كده بس انا بقى مية مية ولا هممني, لا, وان ده بيوجع وان ده مؤلم وان ده بيأثر. انا بشوف ان ده مش سهل انه يتقال, ده في شجاعة يعني. طبعا الفكرة لو احنا كمل في حتة الفيلم انه هو كمان كان بدأ يقبل ده يعني, هو قبلها بضعفها وده اللي خلاها تثق فيه. طبعا جميل اني اكون حاسس اني مقبول وانا ناجح وانا بنجز وكده, بس دي سهلة, دي سهلة, دي سهلة. لكن الصعب اني الاقي قبول وانا كده يعني حاسس اني فولنربل جدا ومهزوز ومش واثق ومطفي ومش مش مفيش اللمعان والبريق مش مزهزة. طبعا ده القبول الاصعب, وعشان كده لما بيحصل بينقل زي ما قلتي العلاقه لحته تانية اعمق بكتير. بس انت كمان محمد غامرت في الفيلم فعلا لما انت طلعت البطله في حد ضعيف, حد انسان, حد انسان, شكرا, حد انسان, شكر. مش اكتر من كده. وعايزه اقولك انه اسمها اسم البطله انها اسمها كامله. بالنسبة لي هي مفهوم الكمال في انها انسانة يعني, هي كاملة بالنسبة لي علشان هي وهي ضعيفة بتقول ان هي ضعيفة, مش كاملة ان هي ما فيهاش غلطة يعني. يعني هي كاملة طبعا. علشان هي انسانة. فهو كأني انا لما ببقى يعني ببقى عايش انسانيتي بكون كده انسان كامل, اذا يعني اذا قلنا ان في حاجة اسمها انسان كامل يعني. فكمالي كانسان في اني اكون انسان, ما حاولش ابقى حاجه تانية خارق او حاجه مش واقعيه اصلا. فده كان باين قوي في كامله فعلا في الفيلم ان هي مش بتتجمل, مش بتحاول تخفي ضعفها, ده بالعكس حقيقي. ده حقيقي. فبجد الفيلم بيشاور قوي على حته الضعف جوه الست, لانه المجتمع كمان حاطط الست في حته كده يعني مخلياها يعني عندها حتة خزي مرتبطة بجسمها ومرتبطة بتركيبتها الفسيولوجية. ده حقيقي. فده مخليها رافضة الحتة دي, أنا رافضة الحتة الضعيفة ورافضة أتصالح معاها, لأنه أنا بطلع بتولد بلاقي المجتمع كله حاططني في فريم معين بشكل معين. والنموذج اللي كنت بتقولي عليه في الأول شوية المثالي ده اللي هي انا جامده انا جامده وقويه بنظلم نفسنا يا محمد حقيقي. موافق قوي, بنظلم نفسنا وبنسلب من نفسنا حقوق حقيقي. ميرسي يا محمد قوي في اخر اللقاء, ومبسوطين ان انت معانا في بودكاست وعي ومكتوب. انا كمان اتبسطت جدا, ان شاء الله يبقى في لقاءات تانية كتير. ثانك يو, ويلكم.